من كييف السيد ميخاليو سامس الخبير العسكري والباحث في العلاقات الدولية، أهلا بك. وسيكون معنا من موسكو الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك دكتور آصف، إلى أي مدى يصنف هذا الخرق بهذه المدينة بلغرود بأنه تطور في سير المعارك؟ مساء الخير لكم ولأضيف الكريم ولأستاذ المشاهدين. سيد، يجب أن نفهم هذا الخرق في سياقه يعني السياسي والعسكري الدقيق لكي نفهم أهميته. يعني هناك عدة أحداث سبقت هذا الخرق. الأول هو تسليم مدينة باخموت أرتيومس، الثاني هو اختفاء الجنرال فاليري طوجني قائد الجيش الأوكراني، والثالث هو الحديث المستمر عن الهجوم المضاد الموعود الذي على ما يبدو أنه لن يجري على الإطلاق. وبالتالي فهذا لا يمكن سميته خرق بالمعنى الخرق العسكري الدقيق، لأننا نعلم في تلك المنطقة يعني الحدود متشابكة بشكل بعيد، وهناك العديد من الناس اللي تسكن يعني على جانبي الحدود. في الجانب الأوكراني قد يكون أصولهم روسية، وفي الجانب الروسي قد يكون أصولهم أوكرانية. وبالتالي حدوث هذا الخرق أو إحداثه بالأحرى، هو الهدف منه الحقيقي هو حرف الأنظار كما قلت عن هذه المعطيات الثلاثة التي تحدثت عنها. ولكن النقطة المثيرة للانتباه في هذا الموضوع تحديدا هذه المرة، رأى الخرق حدث عبر قوات تصنف أنها قوات روسية موالية لأوكرانيا، وتحديدا ما يسميه فيلق المتطوعين الروس أو فيلق روسيا الحرة. هذه الفيالق انشئت عبر بعض الراديكاليين اليمينيين المتطرفين الروس الذين يدعون الى اعاده احياء القوميه الروسيه، يعني لا يعترفونهم بشيء اسمه الجنسيه الروسيه، بل يعززون الانتماء الروسي وليس الانتماء للدوله الروسيه. وعلى راسهم من المدعو دينيس نيكيتين او دينيس كابوستين، وهذا الشخص هو بطبيعته مجرم، يعني كان يذهب الى اسبانيا والى المانيا للمشاركه في اعمال الشغب التي تحدث في المباريات. يعني هم مجموعة بالأساس مجرمون روس، ولكن أسسوا هذه الفيالق. والمفارقة أنهم يحاربون إلى جانب أوكرانيا في العديد من المناطق، في خرسون وفي ماريوبول، وهناك أشخاص من كتيبة آزوف الإرهابية انضمت إليهم، ودائرة التجسس الأوكرانية بقيادة السيد كيريل بودانف يقوم بإشراف مباشر عليهم. وهناك أنباء مؤكدة تؤكد على أن بين القتلى الذين وقعوا في صفوفهم هناك خمس أشخاص ينتمون إلى القوات الأوكرانية وإلى دائرة التجسس الأوكرانية أيضا. النقطة الثانية، هناك أنباء تؤكد أن السيد الرئيس فلاديمير زيلينسكي نفسه أعطى أوامر مباشرة بتقديم تعزيزات لهم على الحدود، والهدف كما قلت لأن الهدف من هذه العملية هو حرف الأنظار عن الحقائق الجارية على الأرض الأوكرانية. ويعني هذا المشهد وأمام العالم كله يعني تناقلته معظم مسائل الأنباء، يعني هو حدث جيد بالنسبة للطرف الأوكراني بأننا ما زلنا قادرون على تحقيق خرق ما، ما زلنا ممسكين بالجبهة، ما زلنا قادرين على إحداث شيء ما في هذا الموضوع. وبالتالي هذه الأنباء كلها يعني تطورات في الواقع جديدة بالمقارنة مع الخروقات السابقة التي حدثت. سيد ميخاليو، هل تعتبر أن هذه العملية في بلغرود تعد من النجاحات التي تحسب لصالح كييف؟ أولا يتوجب عليكم الفصل بين الموقف بين زيارة زيلينسكي إلى الجبهة وعملية تبجيل الأبطال الأوكرانيين على الجبهة والاحتفاء بهم. ولكن إذا ما ذكرنا هذا الهجوم، فأنا أود أن أكون أكثر حرصا عندما أذكر الإرهابيين، لأنه هناك الأشخاص الذين يعملون مع فاغنر ويقاتلون أمام الأوكرانيين.
ولكن الأوكرانيين يظنون، إذا ما ظنوا أن هذه العملية تمثل انتقاما لما حدث مؤخرا على جبهة القتال فهم مخطئين. ما نراه الآن هو هجوم يحدث بواسطة متطوعين. ما هناك من يريد أن ينتهي الحكم، حكم بوتين لروسيا. ما نراه اليوم هو عملية حدثت، عملية هجومية استراتيجية حدثت هنا اليوم، ولكن ما هذا ما تم على أرض الواقع هنا اليوم لا يمكن أن يكون مسؤولية القوات الأوكرانية. إذا تعتبر ما حدث هو أمر داخلي روسي؟ أظن أن هذا محتمل. ربما القوات الروسية تقوم بمساعدة المتطوعين الروس الذين يريدون تغيير روسيا، فربما هم يساعدونهم سرا، لأن هناك الكثير من يريد أن يغير نظام الحكم الروسي. هم قد يكونون من دول مثل جورجيا أو دول محيطة لروسيا، جميعهم يريدون تهديد عرش بوتين، وهناك ولأنها تمثل ديكتاتورية في قلب أوروبا في القرن 21، وهي ديكتاتورية قاسية، وأظن أن هذه الأمور تتم بواسطة متطوعين روس. دكتور آصف، إذا عدنا إلى صلب المعارك داخل أوكرانيا، هل تتصور أن هذه الزيارة هي مقابل زيارة زيلنسكي بالطبع إلى خط المواجهة في إقليم الدنباس، هل تعتبر أنها تعد من البدائل المعنوية للإعلانات المتوالية بشأن انسحاب القوات الأوكرانية من بخموت؟ سيدي، فيما يتعلق بالرئيس زيلينسكي، طبعا هو اليوم قام بزيارة المحور مارينكا أوغليدار لسببين. السبب الأول، وفق ما أعلن الجانب الأوكراني، بأنه رأى تهنئة قوات المشاة البحرية الأوكرانية بذلك، وكما أنه أعلن عن قيام يعني بعض الفيالق الجديدة في القوات البحرية الأوكرانية. وهذه إشارة غير مباشرة في الواقع إلى أن الهجوم المضاد الموجود قد يقوم عبر هذا المحور. وأنا يعني حسبت المسافة، في الواقع هناك تجمع للقوات الأوكرانية في منطقة اسمها باكروفسكا في محافظة دنيبروبتروفسك، وفي قرية اسمها بريشيب هناك تجمع القوات، وهذا الموضوع أصبح معروفا. وقد تهجم هذه القوات عبر محور إغلودار باتجاه مدينة ماريوبول، والمسافة من مدينة إغلودار إلى ماريوبول حوالي 80 كيلومتر، والمسافة أيضا من إغلودار إلى بريشيب حوالي 80 كيلومتر أيضا. وبالتالي هذه الزيارة أعتقد أنها تأتي في هذا الإطار. طبعا زيلينسكي دائما مهمته كرئيس يعني بغض النظر عن أي اعتبار أن يستطلع أوضاع القوات، أن يكون حريص دائم على أنه على تواصل دائم مع الجبهة، يعني وخلق صورة أمام المجتمع الأوكراني والمجتمع العالم بأنه يعني يدير المعركة بشكل جيد. فيما يتعلق بما قاله الضيف، أنا لم أقل في الواقع عن هؤلاء الروس بأنهم إرهابيون، هم مجرمون وهم ضد نظام حكم بوتين، وهذا نعرفه جيدا. ولكن سيدي، أعدادهم عندما تأسس فيلق متطوعين روس كان أعدادهم 100 شخص. هم مجموعة يعني كما ذكرت كانوا يدخلون في الملاعب لكي يمارسوا أعمال الشغب، يعني هم بطبيعتهم أشخاص عدوانيون مجرمون. ولكن أن تقوم أوكرانيا باستثمارهم واستغلالهم وأن تزج معهم بعض قوات فيلق آزف الإرهابي، طبعا آزف هو فيلق معروف أنه مصنف في روسيا إرهابي، وبالتالي هذا شيء، ولكن هذا لا يعني أنها حدوث انقلاب داخل روسيا. نحن نعلم جيدا أن يعني إجراء عملية عبر الحدود، عملية يعني وان سميت نوعية وما شابه ذلك، لا يعني أنا لم ألاحظ أن المجتمع الروسي تخلخل كثيرا عبر هذه العملية. ويعني هم لم يكتموا هذا الأمر، هم يقولون دائما نحن ضد الإيديولوجيا البوتينية التي تقوم على التنوع العرقي والتنوع الديني لروسيا، ونحن نريد أن نعيد روسيا يعني نقية دولة كدولة يعني إثنية نقية روسية فقط. وهذا نحن يعني كمراقبين سيدي يجب أن نتفق مع بوتين فيه، لأن الدول لا يجب أن تقوم على أساس ديني أو أساس عرقي، وبالتالي يجب أن يعني إذا سميناهم إرهابيين فهذه التسمية تليق بهم، لأنهم
في الواقع يدفعون المجتمعات باتجاه الصراعات العرقية والصراعات الدينية، وبالتالي أنا لم أجانب الصواب عندما وظفتهم بالإرهابيين. وفيما يتعلق كما قلت بزيارة الرئيس زيلينسكي، هو حريص دائم على خلق نوع من الصورة أمام المجتمع العالمي، وزيارة تأتي ضمن هذا الإطار. طيب سيد ميخاليو، الحديث المتواتر بشأن طائرات F-16 التي أعلن عنها من الولايات المتحدة الأمريكية وسيتم جلبها من دول أوروبية، أوروبا قالت أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه الطائرات داخل مطاراتها خارج أوكرانيا لن يعد اشتراكا داخل هذه المعارك، ماذا لو اعتبرت روسيا أن هذه المساهمة تعد من الإسهامات الأوروبية ووجب عليها العقاب؟ هل هذا ضمن الأفكار، وأن الولايات المتحدة تأخرت في أن تسهم رغم أن الطلبات بإمداد أوكرانيا بطائرات F-16 متقدمة كانت من الأيام الأولى لهذه المعارك، لماذا الولايات المتحدة قدرت أن هذا هو الوقت المناسب؟ حسناً، إن موقف الولايات المتحدة قد تغير أخيراً، لأن أوكرانيا طلبت مراراً وتكراراً هذه الطائرات المقاتلة منذ بداية الحرب، لأن القوات الروسية الجوية تهاجم المدن الأوكرانية وتهاجمها أيضا بالصواريخ، لذلك فإن القوات الأوكرانية تحتاج إلى طائرات F-16 لأنها أفضل من الطائرات الروسية وهي مجهزة بصورة جيدة، والآن وبإمكان الأوكرانيين أن يوقفوا الهجمات التي تتم على المدن الأوكرانية والشعب الأوكراني المتواجد في تلك القرى. إن إدارة بايدن أخذت كثيرا من وقف التفكير في كيفية توفير هذه الطائرات الأوكرانية، ولكن نظرة إلى التصاعد المتزايد للعدوان الروسي فإنها قررت أخيرا أن تقوم بإمداد أوكرانيا بF-16، لأن ذلك سيساعد أوكرانيا على إنهاء هذه الحرب بصورة سريعة. من كييف السيد ميخاليو ساموس الخبير العسكري والباحث في العلاقات الدولية، شكر لك هذه المشاركة. ومن موسكو الدكتور آصف مرحي مدير مركز GSM للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، شكر لكم هذه المشاركة يا سادة.